عند السلم تحت. ولدت عند السلم تحت؟ عند بعد ما دوخنا طول الليل من هنا لهنا وجينا هنا وجينا نزلنا تاني تحت، فضلنا ننزل عند السلم تحت. وعشان حد غيرنا مش لاقيين حد. العيل فضل ما حدش غير ناس يروح ما فيش حد غيرني. قال عني زي واللي شالوه الناس اللي واعد مع أهلها اللي والدي هم اللي شالونا حطونا على الترول وشالوا العيل. احنا الدكتور هناك يعني دكتور حياتي الحاله تعبانه وكل ما بتساي اطلع عن الاول لا قعدوا طلع لهم فوق عندنا 3 ساعات لحد الساعه 6 الصبح قال يلا بنت ما حدش المكان هناك ورحنا وهي نازله على الارض نزلت تحت كده وقعدناها وهي بتصرخ مش قبل وقع وجع جامد. قال لي عند تسمم محمد مش تسمم محمد يا عيل ما يبغى دماغك. يا ابو العمى قال لي اطلع منك. هي نايمه على الارض ونزل الموضوع على الارض.